الناس يعني انا بشوف واحنا بنسال السؤال ده كتير لابطالنا المتزوجين نقول لهم انتوا اتجوزتوا من داخل المجال الرياضي ولا من الخارج؟ معظم اللي من داخل المجال الرياضي بيقولوا ده احسن كتير لانه بتلاقي بارتنر يعني متفهم وبيشجعك وما بيتضايقش لو انت عندك معسكرات او وات ايفر بتتشغلي. فدي بتهيالي بتبقى يعني نقطه كويسه جدا او اد فاليو زي ما بيتقال، حد يرتبط بنفس بالظبط. الفتره اللي فاتت دي كان عندي انا يعني تصفيات اولمبياد، ف يعني كنت بغيب كتير قوي، بيبقى عندي معسكر واوقات كنت بسافر بره واسيبه. لا بصراحه كان متفاهم قوي الموضوع يعني. كويس، دي نقطه حلوه. طب هي يعني انت بتدعمها بالشكل اللي هي حكت عنه، هي بتدعمك ازاي بقى؟ والله هي بتدعمني في كل حاجه، يعني دايما لما يكون عندي ماتشات ويكون عندي تمارين بيكون في اي حاجه دايما بتتكلم معايا. لو في حاجه مثلا حاسه ان انا حاجه ناقصاني تقول لي لا انت المفروض كنت تعمل كذا، لا كذا. انا وانا لعيب انا لو انت مدرب يعني انت ممكن تكون بتتعامل بالطريقه دي مثلا مع اللعيبه مثلا بطريقه معينه، لا خلي بالك عشان دي برضو ممكن بتاثر سلبي، لا ده كويس اللي انت عملته ده ممكن ياثر ايجابي. دايما في ظهري في كل حاجه، كل ماتش بلعبه دايما بتقول لي سلبياته ايجابياته، دايما بيبقى في نقاش كده في الجزء ده عشان نقدر نطور نفسنا، اقدر اطور نفسي، الواحد يقدر يوصل لاعلى حاجه وهي تقدر تطور من نفسها. فلغه الحوار دي كانت بتبقى جميله ان احنا نقدر نوصل لاحسن حاجه يعني. يعني هو اصلا كمان يعني انا دايما بقول له يعني انا كلاعبه بفكر بدماغ اللعيبه اللي انت بتمرنهم، فدايما اللعيبه بتفكر كده. انت كمدرب مش بتبقى عارف اللعيب بيفكر في ايه، بس انا عشان لعيبه فبقول لك احنا بنفكر في ايه زاويتنا بالظبط. فخلي بالك من مثلا رياكشن ممكن تاخده ممكن ياثر على اللعيبه دي، وحاجه تانية ممكن برضو تعملها تخلي اللعيبه دي ترفع معنوياتها والكلام ده كله. فبصراحه هو كان بيقعد مثلا يقول لي انا عملت كذا النهارده في الماتش، وانا بحاول على قد ما اقدر ان ماتشاته بكون موجوده فيها مثلا، ممكن والماتش شغال اقول له فيه كذا فخلي بالك ممكن تعمل كذا. هو طبعا كمدرب بيبقى في وسط الماتش بيبقى مش شايف اللعيبه عامله ازاي او مش واخد باله، هو مش هيركز مع ال 12 لعيب او ال 14 لعيب الموجودين معاه، فهو بيبقى مركز مع السته اللي في الملعب مثلا. يقول لي مثلا في واحده كذا جاهزه اقول له لا دي مش جاهزه دلوقتي، دي اصلا مش واخده بالها من الماتش يعني بالظبط. وممكن في الماتش اقول له مثلا في لعيبه بره جاهزه عماله تسخن فخلي بالك منها، خدها اسيستنت، خدها مساعد مدرب. هو رافض ان انا امرن فولي يعني. وبجد يعني ليتر اون بعد ما يعني ما اعرفش هتسيبي او هتكملي، بس مش حابه ان انت تخشي. هو عايزني ابقى بيتش فولي مش فولي، هو بيتش فولي. شايف ان البيت هيبقى صعب قوي في اثنين مدربين. اوكي، هو اصلا بيبقى جاي خلاص بقى يعني حياته كلها فولي. النفسيه نفسها جوه الماتشات بتخلي الواحد يبقى ساعات بيجي البيت مثلا ممكن ضغط الماتش جوه ده بيخليني جوه مثلا بيت متضايق شويه متوتر. بس ممكن لو حد ثاني في نفس مجال شغلك وبيرجع البيت وفي البيت موجوده ست بيت، بمعنى ست بيت يعني واخد بالك ازاي، مش امراه عامله او امراه منشغله بامور رياضيه مختلفه وبطولات ومعسكرات الى اخره، هل لما بترجع بتعرف تلاقي ده؟ يعني هل هي ناجحه في انها تخليك تشعر بالاريحيه في البيت في كل التفاصيل واخده بالها من بيتها كما ينبغي برغم انشغالها في الرياضه، ولا ده مأثر على ده؟ لا بصراحة هي قادرة تفصل تماما يعني ما بين الرياضة والتمرين وما بين بيتها، وبالنسبة لها البيت وان البيت يكون كل حاجة فيه متكاملة دي بالنسبة لها حاجة أساسية، وانا ما حسيتش ان هي دي حاجة مقصرة يعني خالص. يعني دي كانت ميزة كويسة قوي، كانت قادرة توفر ما بين ده وده يعني.